بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنعرض الآن للمشينينج أوبريشنز، وهنعرض منهم الفيسينج والكونتور تيرنينج والشامفرينج والكات أوف والثريدنج. دي بعض العمليات اللي بنستطيع إن احنا نعملها على السي إن سي تيرنينج سنتر. لو جينا نشوف الفيسينج فبيقول لي إيه؟ تول إز فيد راديلي إنورد، يبقى التول اتجاه التول بيبقى عمودي على الاكسس اوف ذا ورك بيس عشان اقدر اعمل عمليه ايه الفيسنج. وايل لما باجي اعمل الكونتور تيرنينج بيقول لي انستيد اوف فيدنج ذا تول بارالل تو ذا اكسس اوف روتيشن تول فولو ا كونتور ذات از اذر ذان ستريت ذس كرييتنج ا كونتور فورم. زي العمليه دي بتتم، وان انا عندي لما باجي بعمل لونجيتودنال تيرنج الخراطه الطوليه، وان انا بمشي على المسار او على الخط اللي انا عملته ده اللي هو بيبقى بارالل تو ذا اكسس اوف ذا ورك بيس. وايل ان انا لما باجي بعمل الكونتور تيرنج انا بعمل التول ان هو يتحرك فولو ذا كونتور، الكونتور ده اللي هو بيديني الشكل النهائي اللي انا عايز اشتغل عليه. بنيجي بعد كده بنعرض للشامفرنج. ازاي اعمل الشامفرنج؟ بيقول لي cutting edge cuts an angle on the corner of the cylinder forming a chamfer. طب عشان اخلق للشامفر او اعمل للشامفر اللي عندي alternative feeds possible، اني انا امشي، اول حاجة ان انا امشي عمودي على الاكسس اوف ذا ورك بيس، اور ان انا الطريقه الاخرى ان انا امشي موازي لي الاكسس بتاع الورك بيس. عندنا بعد كده الثريدنج بيقول لي pointed form tool is fed linearly across surface of rotating work piece parallel to the axis of rotation at the large feed rate thus creating thread. يبقى اذا عشان اخلق الثريد زي ما احنا شايفينه قدامنا اهو اللي فورم جنريتد سيرفيس اللي هو الثريد اللي موجود قدامنا، اني انا بيقول لي ان انا بخلي البوينتد فورم تول يتحرك بلارج فيد ريت موازي لمحور الشغلانه للاكس اوف ذا ورك بيس عشان اقدر اخلق ايه او اعمل كرييشن للثريد. نيجي للبارتنج تول او الكات اوف تول، يقول لي يوزد فور ماشينينج جروفز ان ذا اوتسايد ديمتر and cutting off the component. يبقى إذن لي two jobs، أول حاجة إن أنا أعمل بيه الجروف زي ما هو باين قدامنا أهو، أنا أعمل الجروف، أو إن أنا لما بخلص الورك بيس وعايز أبدأ أعمل تشغيل على ورك بيس أخرى فده أعمل بيه الكات أوف، أو إن أنا أخلص بيه الشغلانة عشان أجيب أبدأ أعمل إيه الشغلانة الجديدة.